تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في هذه التغطية الإخبارية المباشرة من قناة النيل للأخبار لأبرز الأحداث محليا وإقليميا. أبرز الأحداث محليا، زيارة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لسيناء اليوم، وإطلاق المرحلة الثانية لتعمير وتنمية سيناء. الحدث الثاني الذي نقوم بتغطيته في هذه الفترة، التغطية المباشرة، هو استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والوحشي على المدنيين في قطاع غزة، وحدوث عدوان على مناطق متفرقة من القطاع كان أشدها وأخطرها اليوم على مخيم جباليا، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 400 شخص. أيضا حدوث انفجارات قوية عنيفة في تل أبيب منذ قليل. على حال نبدأ بزيارة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تفقد سيادته معبر رفح البري وتابع عملية دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء التفقدية الموسعة لمحافظة شمال سيناء، حيث أكد من أمام معبر رفح أن مصر ضد استهداف المدنيين من أي جانب، التزاما منها بما تنص عليه القوانين الدولية. وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها. جاء ذلك في كلمته خلال لقائه بمشايخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش ضمن جولة موسعة بمحافظة شمال سيناء. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة إلى 400 شهيد وجريح كتقدير أولي. وذكرت وزارة الداخلية في غزة أن قوات الاحتلال قصفت المخيم بستة قنابل تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات. استشهد اليوم أكثر من 65 فلسطينيا غالبيتهم أطفال ونساء في العدوان المتواصل لليوم 25 على التوالي على الأحياء السكنية والممتلكات والبنية التحتية. هذا وقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 8525 شهيدا، بينهم أكثر من 3500 طفل. ذكرت منظمة الصحة العالمية أن غزة تواجه كارثة وشيكة في الصحة العامة وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وحذرت من خطر وفاة المدنيين كنتيجة غير مباشرة للقصف الإسرائيلي. إذن كما أسلفنا سابقا، لدينا حدثان محلي وإقليمي نتابعهما. حدث زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى سيناء وتدشين المرحلة الثانية من تعمير وتنمية سيناء، والحدث الثاني هو استمرار القصف الإسرائيلي على غزة. ومعنا للرأي والتحليل في هذين الموضوعين الأستاذ الدكتور أشرف بيومو، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة. برحب بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وسادة المشاهدين. نبدأ بزيارة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى سيناء اليوم وتدشين المرحلة الثانية لتنمية وتعمير سيناء. كيف رأيت أهمية هذه الزيارة؟ أولا أهلا بكم، وطبعا إحنا بنترحم الله على أخواننا في غزة وفلسطين، وربنا إن شاء الله يعينهم على اللي هم فيه. أمين يا رب. طبعا هي زيارة الدكتور معالي دولة رئيس الوزراء تعتبر لها من الأهمية الخاصة في ذلك التوقيت، على الرغم من أنها كان هناك زيارات أخرى تمت خلال الفترة القصيرة أيضا من الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصحة
والسيد كامل الوزير وزير النقل. النهضة في سيناء كانت مطلوبة من القدم من 2014، كانت هناك ملحمة وما زالت مستمرة، هي ملحمة تعمير سيناء وإعداد البنية الأساسية للتنمية الصناعية والزراعية وإعادة النبض والحياة مرة أخرى لقطعة غالية من الوطن الغالي مصر. كانت المرحلة الأولى من 2014 لغاية 2014 اليوم. وتم صرف أكثر من 850 مليار جنيه، وإلا وهناك أيضا كمان على البنية الأساسية وإقامة الطرق والكباري وإقامة خط جديد، وهو طبعا ده يعتبر الحاجة المتقدمة التي بدأت فيها مصر خلال السنتين الأخرى من خلال السيد كامل الوزير وبتوجيهات من القيادة السياسية، وإقامة خط سكة حديد وممر لوجيستي من طابة للعريش للبلوزة والفردان. ده خط سكة الحديد، خط سكة العريش وممر لوجيستي للفردان. تمام. طبعا هذا الممر يعتبر له من الأهمية القصوى في ربط المجتمعات أو التجمعات السكنية والتجمعات الصناعية بالأخص، والمناجم التي يتم استخراج الموارد بها وإعادة تصديرها مرة أخرى بعد الإنتاج إلى الخارج من خلال تطوير ميناء العريش. إذن مصر تعتبر سيناء من القطع الهامة في الوطن والتي لها الأهمية. إذن الزيارة الأخيرة أو اليوم هي افتتاح المرحلة الثانية من الإنشاءات الجديدة التي يقوم بها الدولة لتنمية وتعمير سيناء. من فترة قصيرة كانت هناك زيارة لدير سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم التي تم إقامة فيها منتجعات سياحية لكي يتم استقطاب كافة السياح من أنحاء العالم، وإقامة ما يسمى بمجتمع السلام في سيناء للبشرية جمعاء. ولكن حدث ما حدث في خلال 23 يوم في الفترة الأخيرة، وهي الحرب على غزة، طبعا كان يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر من الدولة ومن القيادة السياسية للفت الأنظار إلى أن سيناء هي ليست إلا للمصريين، نعم، وغزة وفلسطين ليست إلا الفلسطينيين. أكد على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا أكد رئيس مجلس الوزراء اليوم على ذلك. تمام. إذن كانت هناك رسالة إلى العالم من خلال السيد الدكتور مصطفى مدبولي. خلال الكلمة الهامة التي ألقاها السيد الدكتور مصطفى مدبولي كانت هي أن يكون هناك اهتمام عالمي أكثر من ما هو حدث الآن. الاهتمام على أن غزة، طبعا حضرتك أوضحت لنا أن هي هناك عدوان غاشم أو قاسي أو وحشي على المدنيين. صحيح. إذا أدركنا الفرق التاريخي في هذا الموضوع هنجد أن هناك 2 مليون أو أكثر من المدنيين العزل. صحيح. التي يتم تدمير البنية الأساسية وقطاع الاتصالات وتدمير القطاع العقاري، أكثر من 100,000 بيت حياة كاملة. نعم، سنأتي إلى هذه الجزئية بالتفصيل لاحقا، لكن دعنا نغطي الحديث. طبعا احنا يعني زيارة السيد متأثرين شوية. نعم. السيد رئيس مجلس الوزراء حرص على أن يكون مشايخ وعواقل القبائل حاضرين لهذه الافتتاحات ولهذه المشروعات ولتواجده اليوم، وأكد أنه تنمية وتعمير سيناء سيكون بأيدي المصريين وفي طلاعتهم أبناء سيناء. كيف رأيت التأكيد على ذلك؟ هو التأكيد على ذلك ظهر من فترة طويلة زي ما قلت لحضرتك، أن هناك مشروعات تمت إقامتها عبارة عن مدينة رفح الجديدة، وهي مناطق جديدة يمكن إقامة فيها السيناويين بمعنى أصح، وهناك بيوت تم إقامتها ومجتمعات بدوية بالكامل يتم إعدادها وتم إعدادها للقبائل وعواقل سيناء. إذن هناك اهتمام من الدولة بأبناء سيناء، هناك اهتمام حتى أبناء سيناء هم بيشيروا إلى ذلك دائما في كافة المؤتمرات أو الاحتفالات التي يتم إعدادها من خلال أبناء سيناء. السيد الدكتور مصطفى مدبولي أكد أيضا بهذا الاجتماع مع عواقل سيناء ومشايخ سيناء
الذي كان لهم دور كبير في حرب 73 أنهم الأولى بأرض سيناء في الأول، وأخوتهم المصريين سيكون هناك مشاركة جماعية في التجمعات الزراعية التي تم إقامتها، كذلك المنشآت السياحية التي يتم إعدادها ومطار فرات السدر وما يسمى بالجانب الشرقي لقناة السويس، تقام هناك تجمعات أيضا لإقامة أبناء سيناء. أيضا هناك اهتمام كبير بإقامة المدارس والجامعات. المدارس والجامعات كان في الماضي سيناء لا يوجد بها إلا جامعة أو لا يوجد أصلا، اليوم نجد جامعات، جامعة الملك عبد الله وجامعة سيناء التي كانت موجودة، وهناك الجامعة الأهلية التي تم إعدادها. إذن هناك اهتمام كبير نعم بتنمية وتعمير سيناء. السيد رئيس مجلس الوزراء حرص على أن يزور معبر رفح ومعه نخبة من المصريين من الفنانين ومن مختلف الطوائف المصرية ومن أبناء سيناء والعواقل. أهمية زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى معبر رفح في هذه الأيام وتفقد المساعدات المنتظرة والإذهاب إلى الأشقاء في قطاع غزة. احنا طبعا من بداية الحرب في غزة من قبل 23 يوم اهتمت مصر بالمساعدات نظرا لقطع كافة الامدادات التي كان يمكن ان يتم ادخالها على ابنائنا في غزة. نجد ان مصر اهتمت بهذا الشأن، وكان مطار العريش يعتبر من المطارات الدولية التي استقبلت كمية هائلة من المساعدات، بخلاف المساعدات التي تم إعدادها من خلال أبناء مصر لإخواتهم وأشقائهم في غزة. وكان معبر رفح كان يعتبر محط أنظار للصحف العالمية في خلال الأونة الأخيرة نظرا للغط الكبير الذي كان يوجد هناك، وطبعا كان يجب أن يكون هناك شفافية في إيضاح الأمر. إذن وجود رئيس الوزراء على معبر رفح هو رسالة واضحة أن مصر مهتمة وتضغط وستزال تضغط لدخول المساعدات إلى، وده هذا الطبيعي وفقا للقانون الدولي. يجب أن يكون هناك مرونة أكثر، يجب أن يكون هناك ضغط من العالم على إسرائيل بأن تساعد في إدخال هذه المساعدات. إذن وجود الدكتور مصطفى محمودي مدبولي، وهو يعتبر من السلطة العليا التنفيذية في مصر، ده رسالة واضحة وتؤكد أن مصر تقف وما زالت تقف في دخول المساعدات لأبنائنا أو أشقائنا في سيناء. طيب العالم يقدم مساعدات وإسرائيل من الناحية الأخرى يوميا وكل ساعة تضرب المدنيين ضربات قاسية لا يمكن وصفها بأي كلمات، تعجز الكلمات عن وصف هذه الهجمات، لأنه ضحاياها من النساء ومن الأطفال وهدم البيوت وهدم البنية الأساسية وضرب المدنيين العزل. كيف ترى ذلك؟ بداية طبعا أنا بستحضر كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هناك تجاوز في الحدود في رد الفعل. رد الفعل لا يتناسب مع ما حدث. طبعا احنا من المفترض وفق القانون الدولي أن لا نعاقب المدنيين على عمليات مسلحة، لكن يجب أن يكون هناك حفاظ دولي للقانون الدولي في وجود هؤلاء المدنيين في أماكنهم وفي ممرات آمنة. إذن هذا لم يحدث. تعتبر أو اعتبرت إسرائيل أن قطاع غزة بالكامل هو منطقة حربية. طبعا أنا بقى يعني يعتبر هذا وفقا للقانون الدولي ووفقا للقانون الإنساني أن هذا يعتبر من الظلم والتوحش، ويجب أن يكون هناك إظهار لهذه الصورة إلى العالم أن الأهداف التي كان المفترض أن يتم كرد فعل قد تجاوزت الحدود إلى أقصى حد. نعم. طيب نستكمل الحديث حول غزة وحول هل يعني في منظور حضرتك على الأقل من الناحية الاقتصادية، ليه من الناحية الاقتصادية؟ لأنه يمول هذه الضربات أموال. تمام. ويعني وهذا القتال والدبابات والطيارات تمام. والقذائف أموال. إلى متى تستطيع إسرائيل الصمود؟ وإلى متى أيضا يستطيع يعني أعضاء حركة حماس الصمود وسكان القطاع المدنيين العزل الصمود؟ كيف ترى المسألة؟ أولا أنا إذا كنت يعني أنظر إلى هذا الموضوع
أن الحرب يجب أن تكون حرب ما بين الطرفين متكافئين، لكن الذي يحدث لا توجد حرب بالمعنى الأكيد أن هناك طرفين يمكن أن يكون هناك التوازن. إذا نظرنا إلى الوضع هنجد أن هناك قوة جبارة، هناك مساندة دولية أو مساندة من أي طرف من الأطراف لأحد الأطراف، والطرف الآخر ليس له حال، وخاصة المدنيين. أنا أعلم من التقارير أن هناك مساعدة أو دعم دائم لا يقل عن 250 مليون دولار يومي لإسرائيل. 250 مليون دولار في اليوم. تأتي من أين؟ طبعا هي بتأتي من أمريكا على الأقل، الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أتساءل كيف يتم إنفاق هذه الأموال ولا يوجد ردة فعل لدفع الضرائب، لأنه أين الاستفادة؟ ما هي الأهداف؟ هل منطقة الشرق الأوسط إذا حدثت فيه هذا النزاع وتم ارتفاع تلك المخاطر في هذه المنطقة يمكن أن تحدث التنمية الاقتصادية فيما بعد؟ بالطبع لا. هل يمكن أن يتم الاستفادة من مصادر الطاقة أو المنتجات السياحية أو التنمية الحضرية لكافة المجتمعات اللي موجودة في الدول اللي موجودة في الشرق الأوسط؟ بالطبع لا. إذن هناك سيتم هناك اضطرابات دائمة. إذن أنت تدعم الاضطرابات، أنت تدعم وجود النزاعات المستمرة لهذا الوضع. يجب أن يكون هناك اتفاق على، أنا آسف للتعبير طبعا، على هدنة، اتفاق على أن يكون هناك سلام، اتفاق على أن التنمية الاقتصادية يجب أن تعم على الشعوب وتنعم بها. طيب اسمح لنا نتوقف هنا لأن معنا ضيف كريم من نابلس، معنا الأستاذ سامر عنبتاوي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. برحب بك أستاذ سامر. أهلا بك وتحياتي. تحياتي. وبسأل حضرتك، إلى متى تستمر إسرائيل في هذه الحرب الجنونية وهذا العدوان الجنوني ضد المدنيين في قطاع غزة؟ بصراحة تستمر طالما أن هناك شراكة دولية تبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الأوروبيين، ونوع من عدم الردود العربية على مستوى ما يحصل من جرائم وأحداث، لأنه دولة الاحتلال دخلت هذه الحرب البرية، وهناك كان صراع داخلي في المجلس العسكري بين جالانت ونتنياهو. حسم هذا الصراع باتجاه الفلسطينيين والذهاب لأقصى حدود القتل والتدمير. ما رأيناه اليوم من مجزرة في جباليا في مخيم لا يتجاوز كيلومتر وقليلا كيلومتر مربع، يسكن فيه أكثر من 130 ألف مواطن فلسطيني، في حال إطلاق عملية همجية بإطلاق أو إسقاط 6 قنابل وكل قنبلة تنطن في هذا الموقع. هذا يدل على أن هناك نهج إسرائيلي واضح معلن الآن بالتصفية والإبادة الجماعية باتجاه قطاع غزة. لذلك لابد من لجم هذه الأمور. أولا المقاومة صامدة في غزة رغم هذه الخسائر المدنية ورغم التعدي على المدنيين والقتل، ولكن المقاومة صامدة. يتطلب ذلك أيضا موقف على مستوى العربي والإسلامي أكثر قوة وأكثر تحدي لدولة الاحتلال ولفضح هذه الجرائم وللتعامل معها كجرائم ضد الإنسانية وكجرائم فصل عنصري، وتذهب إلى جرائم الحرب يعني بكل المقاييس. حتى اليوم في الأمم المتحدة في كافة المحافل الحديث عن هذا الإجرام الذي ينتهج. الأطفال اليوم في قطاع غزة أكثر من نحو 4000 طفل استشهدوا، يضاف إليهم أطفال تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. إضافة للنساء وإضافة إلى المدنيين بشكل عام. وبالتالي هذه جرائم واضحة للاحتلال ويجب أن تتوقف بنجمها بهذا الشكل. نعم. يعني الثلاثاء قبل الماضي تم قصف، يعني زي الليلادي كده العصر، قصف مستشفى المعمداني، واليوم تم مخيم جباليا، ويعني لا ندري ولا نتمنى غدا أن يحدث شيء.
المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعنية بالسلام والمعنية بالأطفال والمعنية بالنساء، لماذا لم نرى لها موقفا قويا تجاه هذا العدوان؟ يا عزيزي، اليوم قتل بالجملة في جباليا وقبلها المستشفى المعمداني، ولكن يوميا يسقط مئات الشهداء أيضا. نعم، يعني معلوم. الجرائم مستمرة، يعني بمعدل كل 5 إلى 7 دقائق يسقط طفل فلسطيني. صحيح. وبالتالي هي الجرائم مستمرة بشكل ممنهج. للأسف العالم الغربي أو ما يسمى بدعاة الحرية في العالم على المستوى الولايات المتحدة وأوروبا يدعمون ويقولون باستمرار الحرب ويؤيدون. اليوم بلينكن بعد الجريمة مباشرة قال لابد من استمرار هذه المعركة. ماذا يعني ذلك؟ إعطاء الضوء الأخضر بالكامل، بل الشراكة الكاملة. عندما جاء بايدن إلى المنطقة أعطى شيك مفتوح لدولة الاحتلال لنتنياهو. الشيك المفتوح يعني ماليا، عسكريا، أمنيا، دعم لوجستي، دعم بالعناصر، ودعم أيضا على المستوى الدبلوماسي بالغطاء السياسي لكل ما تفعله دولة الاحتلال. لذلك الآن يعني كيف نستطيع تفسير دعاة الحرية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة عندما يتخذ دول مثل الولايات المتحدة تتخذ الفيتو أو الدول التي تعارض وقف هذه الحرب؟ صحيح. ما معنى ذلك؟ أن تستمر دولة الاحتلال في عمليات القتل وعمليات التدمير وعمليات الإجرام والاستعمال الفسفور. نعم. القنابل الفسفورية والارتجاجية وكل ما إلى ذلك. يعني هناك دبل ستاندرد، هناك فعلا ازدواجية في التعامل مع القضية الفلسطينية، لأنه يعني الكل العالم توجه إلى أوكرانيا بدعوى أن هناك احتلال روسي. روسيا لم تفعل شيئا مما فعل في فلسطين في أوكرانيا، ومع ذلك هرع العالم إلى هنا. الآن هذا الشعب في قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما يسقط الآن نحو 10,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى، ويشرد أكثر من 1 مليون إنسان. نعم. ويطلب منهم مغادرة منازلهم. إلى أين يغادروا؟ حتى المستشفيات يطالبون بإخلاءها، والعالم كله يشاهد. هذا العالم ليس حرا. نعم. هذا العالم أسير للسياسة الأمريكية. نعم. أسير للسياسة الصهيونية ويتبع لإرشادات وسياسات الحركة الصهيونية بشكل كامل، وبالتالي لابد أن نضرب لهذا الموضوع بهذا الشكل. معلوم هذا أستاذ سامر، لكن عايز أسألك على المجتمع الإسرائيلي نفسه. يعني هم لا يعلمون مثلما يعلم الفلسطينيون. هل يعني نسمع انه المجتمع الاسرائيلي منقسم على نتنياهو وعلى حكومته وعلى جيشه، هل يستطيع هذا المجتمع الاسرائيلي ان يضغط لايقاف هذه الحرب المجنونه من قبل الحكومه الاسرائيليه؟ الشعب الاسرائيليين يضغطون في حاله وصول عدد القتلى والاسرى الاسرائيليين الى اعداد كبيره وعوده الجثامين الى الداخل الاسرائيلي. في هذه الحاله يضغطون، اما في هذه الحاله حتى لبيب زعيم المعارضه سيجتمع مع نتنياهو، لان الخلافات القائمه ليست اتجاه الفلسطينيين، قد تكون خلافات حول تشكيل الحكومه، حول التطرف الديني العنصري، حول القوانين التي يريد نتنياهو تغييرها، حول فرض نتنياهو لمواقفه على الجميع، حول تهرب نتنياهو من المحاكمة ومن جرائمه ومن كل ما إلى ذلك. هذه الخلافات موجودة، ولكن في التعامل في القتل، في التعامل مع المقاومة، في التعامل مع الشعب الفلسطيني هم موحدون. مرة أخرى التراجع يصبح كما حصل في الحرب 82 على لبنان، عندما بيغن انزوى في بيته لكثرة من سقط من الجنود الإسرائيليين من جهة، وسحبوا شارون أيضا من لبنان. هذا الذي يردع الإسرائيليين عندما يشعروا بالخسائر وردود الفعل. أيضا إضافة إلى ذلك، إذا ما كبرت هذه المعركة وتدحرجت ودخل فيها أطراف آخرين وأصبحت الخطر على الوجود الإسرائيلي بشكل كامل، بالتأكيد هناك سيصبح ضغط أكثر على نتنياهو. يضاف إلى كل ذلك الآن الضغط في الداخل المتعلق في الأسرى، أهالي الأسرى ومن يناصرهم الآن يضغطون على نتنياهو، يضغطون على الحكومة بضرورة إطلاق سراح الأسرى. الجواب من نتنياهو أننا نحرر الأسرى وفي نفس الوقت نضرب المقاومة، ولكن أعتقد فشل نتنياهو سيظهر لاحقا عندما تكبر الخسائر بشكل أكبر، وبالتالي سيصبح مردوده في الداخل بشكل أكبر أيضا. أشكرك شكرا جزيلا السيد سامر عنبتاوي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من نابلس.
وأعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور أشرف بيومي. دكتور، كنا نتحدث قبل السيد سامر عن الخسائر الاقتصادية لإسرائيل، وليست إسرائيل وحدها التي تخسر، بل الدول والفلسطينيين يخسرون، مصر أيضا تخسر، والمحيط الإقليمي كله يخسر نتيجة هذه الحرب وهذا عدم الاستقرار. كيف يعني تشرح لنا ذلك؟ بداية طبعا احنا هنبدأ بالعنصرين اللي هم معنيين بالأزمة نفسها. أيوه. إسرائيل وفلسطين. أيوه. هنجد أن الاقتصاد الإسرائيلي انخفض معدل النمو 1%، كان يبغي أن يحقق 3.4%. اليوم أعلن البنك الإسرائيلي بأنه لن يقدر على تحقيق إلا 2.4%. نجد أن التعبئة العامة التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية أدت إلى توقف كافة المزارع وكافة المصانع وكافة مظاهر الحياة الاقتصادية اللي كانت موجودة في الاقتصاد الإسرائيلي. إذن هناك خسائر. السياحة، هناك إلغاء حجوزات في إسرائيل وصلت إلى 50% من السياحة، بل أيضا يمكن أن يكون هناك خروج بأعداد كبيرة. هل هذه الخسائر تكون ضاغطة على صانع القرار في إسرائيل أو صانعي أكثر من صانع؟ هو ممكن لإيقاف هذه الحرب الوحشية؟ هو بالتأكيد طبعا كما ذكر زميلي هناك تأثير أكبر لوجود الأسرى أو وجود الجسامين أو إلا أن أجد أن الاقتصاد الإسرائيلي يجد يعرف من يسنده. وبالتالي لوسا النيدة. وبالتالي التأثير لن يكون تأثير ظاهر بشكل مباشر، بل سيجد هناك التعويضات التي تعوضه عن الولايات المتحدة والمعسكر الغرب كله. أما ولازم أن نردد أن بعض العرب يفعلون ذلك أيضا. اولا يعني دي حضرتك بقى يعني انا يعني اعتقد إن ليست لدينا بيانات بهذا الشكل، الا ان كان هناك فعلا هناك بعض المشروعات اللي كانت مطروحه على الساحه، إن على اعتقاد ان هناك سلام سيكون دائم. الوقت يدهمنا، ماذا عن نجد بقى الفلسطينيين وعن مصر؟ نجد بقى عن الفلسطينيين ومصر والاردن ولبنان. يعني لا, لا, لا يعني بالتاكيد سيكون هناك تدهور كامل. هناك 56% من الحجوزات في لبنان تم إلغائها، مصر 26%. مصر هناك مع أن مصر مستقرة وآمنة والحمد بالتأكيد لله. بالتأكيد طبعا كما قال السيد الرئيس في آخر حديث له، اعملوا فإننا ما زلنا في أمان. لكن المنطقة فيها التهاب فبيأثر على الكل. المخاطر ارتفعت، التكلفة ستزيد، عبء الدين العام ستضاعف، الفجوة للتنمية ستزداد. هناك قطاع غزة الذي نجد به لا يقل عن 50% بطالة. كان يعتمد على 60% من وارداته من إسرائيل ذاتها. إذن القطاع لا حول له ولا قوة. وأورهم اليومية أيضا يعني دمار كامل يعني قطع إسرائيل قفلت وما فيش العمالة دي ما بتشتغلش، ما يعيشوا منين وما فيش مساعدات. هو الحقيقة كان حوالي 80% من القطاع بيعتمدوا على المعونات منذ العدوان الإسرائيلي في الخمس جولات اللي هي الحالية والسابقة. لكن هذا الشعب فعلا بيزداد فقرا، بيزداد ركودا، بيزداد الشعب الفلسطيني. كيف يعني تجد مصر ويجد الفلسطينيين وتجد لبنان وتجد الأردن من يسندها مثل إسرائيل في هذه الظروف الصعبة؟ وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ده أولا ونعم بالله. الشعب نفسه هناك إرادة قوية جدا للشعب المصري لاستمرار النهضة، بدليل وجود السيد الدكتور مصطفى مدبولي في سيناء، إحدى المناطق التي تشهد ملحمة اقتصادية كاملة في التنمية وإقامة المشروعات. الفترة القادمة ستجد أن هناك 55 مشروع تم إقامته وتم المرحلة الأولى منه وسيتم افتتاحه. هناك مشروعات السيد الرئيس بيقوم بافتتاحها. إذن هناك حياة تستمر. أي نعم أعتقد بعد الحرب يجب أن يكون هناك يعني مؤتمر دولي أو دعم دولي لدعم هذه الدول التي تضررت من الحرب، على الأقل من الدول العربية. يجب أن يكون نبدأ أولا من الدول العربية بأنها تقوم بالدعم بتحويل استثماراتها إلى هذه الدول، وخاصة مصر والأردن ولبنان. لبنان ما زالت تعاني، الأردن ما زال يعاني، ما زلنا جميعا نعاني من أعراض كورونا. نعم. الأثار الأزمات الكورونا، الأزمات التي أحدثت تكون عميقة وممتدة، الأزمة الأوكرانية والروسية. نعم. سلاسل الإمدادات، منطقة الشرق الأوسط هناك التجارة العالمية ستتأثر أيضا،
هناك أفق عالمي مظلم كما قالت السيدة مديرة صندوق النقد. هناك قلق، هناك مخاطر عالية، يجب أن يكون هناك إيقاف لهذه الحرب، يجب أن يكون هناك تفاوض، يجب أن يكون في مؤتمر فعلا كما حضرتك ذكرت مثير بالمؤتمر اللي مصر كانت عاملاه مؤخرا، أن يكون هناك الأولوية للتنمية. النفقات التي تصرف حاليا من الممكن أن تكون لإقامة المجتمعات، لإقامة السلام، لإقامة مناطق حضرية للفلسطينيين. اليوم مصر طبعا هي بدأت مرحلة من 2014 وستستمر، وإن شاء الله ستعبر هذه الأزمات على الرغم من أن المحيط الذي يحيطها متأثر، وهناك مخاطر كبيرة يمكن أن تكون محدقة بها. إلى أن الله طبعا إحنا عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي القيادة السياسية وفي الشعب المصري في حد ذاته أنه ما زال صامد، ما زال له إرادة، ما زال يقف بجانب إخوته في غزة لفتح معبر رفح ودخول المساعدات التي ما زالت تقف في انتظار دخولها. هناك 1000 شاحنة وليست 20 شاحنة في اليوم، القطاع يحتاج أكثر من ذلك، ومصر ما زالت داعمة وإن شاء الله ستستمر بهذا الشكل مدى الحياة. يعني أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، الأستاذ الدكتور أشرف بيومي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا شاكر لحضرتك وسادة المشاهدين، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله يكون هناك أفضل من هذه الظروف اللي احنا فيها إن شاء الله يا ربي. بشكر حضرتك وإلى اللقاء في تغطيات إخبارية قادمة. إلى اللقاء.